على بركة الله مع مباراة دوري ذو الإعاقة هنا في المباراة الرابعة من دوري خادم الحمل للمراكز الشبابية عبر قناة البحرين الرياضية، ومباراة فريق الصم مع فريق جمعية المحفزين هنا في المباراة الرابعة من المباريات المجموعة الأولى من دوري ذو الإعاقة اللي تلعب مباريات في المجموعة الأولى في مباراة اليوم، وغدا إن شاء الله المجموعة الثانية من مباريات دوري ذو الإعاقة هنا لجانب لاعبة الفريقين هنا فريق المحفزين وأيضا فريق الصم في المباراة الرابعة. طاقم التحكيم أعزائي المشاهدين مكون من رامي الكعبي حكم دولي صالات والحكم الآخر عبد الله الدوسري الميقاتي عبد الله قاسم حكم دولي مع تشكيلة الفريقين فريق جمعية المحفزين باللباس الأخضر أعزائي المشاهدين سيد أنور سيد نور الوداعي في الحراسة علي عبد الله حسن العمران يوليد وليد نوح سليمان داود هذه تشكيلة جمعية المحفزين باللباس الأخضر على يمين الشاشة هنا عبر قناة البحرين الرياضية. الفريق الآخر فريق الصم تشكيلة مكونة من الحراسة محمد فريد أكبر سلمان فاروق إبراهيم ومحمد علي حسين وحسين علي حبيب هذه تشكيلة الفريقين هنا في أرضية الملعب. المباراة الرابعة والمهمة هنا لدى الفرق المشاركة هنا في تحديد المركز الأول والثاني في هذه المجموعة. الفرق اللي شاركت في المباراة الأولى جمعية المحافظين خسر في المباراة الأولى بأربعة أهداف من تحدي الإعاقة. في المباراة الثانية جمعية الصداقة مع المكفوفين وفريق الأولمبيات الخاص وفازوا بـ12 هدف للا شيء. فريق الإعاقة الحركية مع فريق الصم تعادل الفريقين بهدفين لهدفين الآن. وأيضا المباراة الماضية الثالثة كانت فريق الإعاقة السمعية مع جمعية الصم فاز جمعية الصم بهدف للا شيء. الآن هذه المباراة فريق الصم يدخل هذه المباراة بنقطة واحدة من تعادل مع الإعاقة الحركية، وفريق المحفزين يدخل هذه المباراة أيضا بلا شيء من النقاط في هذه المباراة المهمة لكلا الفريقين. مع انطلاقة الشوط الثاني الأول أعزائي المشاهدين تعلن من طاقم التحكيم مكون من حكم المباراة الأول رامي الكعبي مع الحكم الآخر عبد الله الدوسري حكم مساعد الميقاتي عبد الله قاسم في هذه المباراة المهمة للفريقين. الأخضر جمعية المحفزين البحرينية فريق الصم باللباس الأزرق في هذه المباراة. سريعة تصل لجانب فريق الأخضر جمعية المحفزين عن طريق اللاعب علي عبد الله، لكن التغطية حاضرة من فاروق إبراهيم. فارق يمرر في الجهة اليسرى عن طريق اللاعب يوسف أحمد العلوي، العلوي إلى فاروق تمريرة سريعة خطيرة إلى أكبر سلمان أخطر لعبة فريق المحفزين البحرينية. فريق المحفزين في المباراة الأولى خسر من جانب فريق تحدي الإعاقة بأربعة أهداف لثلاثة. الآن يلعب مباراة الثانية في مباراة اليوم يلعب مباراة الثانية جمعية الصم أيضا يلعب مباراة الثانية، ولكن هو خسر أيضا في المباراة تعادل في المباراة الماضية بتعادل الإيجابي هدفين لهدفين، وهنا أول الأهداف يأتي لصالح فريق لاحظ وبعدت من الحارس المرمى سيد نور الوداعي وتهيأت لأكبر سلمان يتقدم بهدف لفريق فريق الصم في هذه المباراة. الصم يتقدم بهدف عن طريق أكبر سلمان هدية من حارس المرمى سيد نور الوداعي حارس مرمى فريق المحفزين. تقدم الآن علي عبد الله يحاول لأكبر سلمان تبعد خطأ قادم يشير حكم المباراة مباراة لذو الإعاقة لعبة ذو الإعاقة عامل محفز للعبة وللشباب البحريني من ذو الإعاقة. نشاهد اهتمام سموه سمو الشيخ حمد سمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى الخليفة اهتمامه ورعايته للشباب البحريني
من ذوي الإعاقة أيضا ومن أيضا الفتيات هنا، ومحاولة تسديدة لكن حكم يشير إلى إعادة الكرة في تنفيذ ركلة الزاوية القادمة. هدف للاشيء الأزرق، فريق الصوم يتقدم بهدف عن طريق أكبر سلمان. لاشيء للإعاقة، لاشيء لفريق المحفزين البحرينيين، جمعية المحفزين البحرينية، أسماء للودي الإعاقة هنا من هالجانب، الجمعيات جمعية المحفزين وتحدي الإعاقة، جمعية الصراق المكفوفين، فريق الأولمبيات الخاص، فريق الإعاقة الحركية، وفريق الصم. ستة فرق تشارك هنا في المجموعة الأولى، الأول والثاني يصعد إلى الدور الثاني في الأدوار النهائية القادمة. مباريات دور الإعاقة، دور الإعاقة في مباراة اليوم في المجموعة الأولى، غدا إن شاء الله في مباراة المجموعة الثانية تحدد صاحب الأول. محاولة الآن للمحفزين وعرضية تصل عن طريق سليمان داوود، كانت سريعة سريعة على حسين العمران هناك في الجانب الآخر، كانت محاولة رائعة للمحفزين. الآن الصب تصل إلى أكبر سلمان لفاروق إبراهيم، أكبر لفاروق هناك في الجهة اليمنى، محمد علي سلمان يتقدم، محاولة والحكم يعطي الاستمرارية، يعطي الاستمرارية في ركلة إدخال، ركلة إدخال. النتيجة لا زالت كما هي بهدف عن طريق أكبر سلمان لفريق الصم. لا شيء للمحفزين في المباراة قبل الأخيرة من المجموعة الأولى هنا، مجموعتين دوري دول الإعاقة. الآن محاولة للمحفزين في الجهة اليسرى، محاولة خطيرة وهدف التعادل، هدف التعادل، تصفيق كبير من الجمهور الحاضر هنا لهذا اللاعب اللي تقدم بالتعادل وعدل النتيجة. علي عبد الله يعدل النتيجة، تسديدة صدت في المدافع فاروق إبراهيم ودخلت مرمى حارس المرمى محمد فريد، كهدف التعادل هنا لفريق المحفزين. تعادل إيجابي، هدف لهدف، مباراة بالتعادل الإيجابي تعطي إثارة والندية هنا. محاولة سريعة وتبعد إلى ركلة إدخال. معظم لعبة الفريقين هنا ومعظم لعبة دوري ذو الإعاقة هم من لعبة ذو الإعاقة، ومبادرة إنسانية رائعة رياضية شبابية من سمو الشيخ خالد محمد بن عيسى آل خليفة لدوري خالد بن حمل المراكز الشبابية وبالأخص لدو الإعاقة، يعطي هذا الاهتمام الكبير من لدونا وسموه في الدعم والرعاية والخطوة الإنسانية الجميلة الرياضية الشبابية اللي ينتظرها الجميع هنا في مملكة البحرين من جانب الشباب البحريني. لم تكن من جانب هناك الدوري خالد بن حمل المراكز الشبابية، هنا الآن الفرصة تأتي مرة أخرى لذوي الإعاقة في النسخة الخامسة يوم الجمعة إن شاء الله. ستكون هناك دوري الفتيات أيضا تحت مسمى دوري خالد بن حمل المراكز الشبابية. الآن محاولة من الجهة اليسرى، رائعة جميلة جميلة رائعة عن طريق سليمان داوود، تسديدات جميلة ومحاولات لكل الفريقين هنا في هذه المحاولات رائعة جميلة. لاحظت تسديدة سليمان داوود وبعدت، كانت فرصة خطيرة في الجهة اليمنى عن طريق فريق المحفزين. هدف لهدف، مباراة لكل الفريقين، نشاهد حذر لكل الفريقين ونتقدم. ولاحظ الحماس، الحماس كثير لدى الإعاقة في هذه المباراة، نشاهد حماس وقوة الاصطدام والالتحام من كل الفريقين، يدل على قوة الإثارة والتحدي في الفوز. ومرة أخرى يخطأ الحارس، ومرة أخرى يخطأ الحارس ويتقدم فريق الصم بهدف آخر، بهدف ثاني عن طريق اللاعب محمد علي حسين السغل. خطأ حارس المرمى وهفوة حارس المرمى في إبعاد الكرة كهدف ثاني. حارس المرمى سيد نور الوداعي عانى الكثير، والآن محاولة للصم وتبعد تتخلص. هدفين للصم عن طريق اللاعب أكبر سلمان وعن طريق اللاعب الآخر محمد علي. محاولة الآن للتعادل ويأتي التعادل سريع، الرد يأتي سريع من فريق المحفزين ويأتي بهدف التعادل عن طريق علي عبد الله، تسجيلة رائعة جميلة في الانطلاقة الأخيرة هناك من الجهة اليمنى
وهدف جميل بتسديده رائعه عن طريق علي عبد الله يعادل النتيجه لفريق المحفزين. اثاره جميله رائعه لكل الفريقين هنا في هذه المباراه الجميله من دور الاعاقه من جانب الصم هنا ومن جانب ايضا المحفزين في هذه المباراه الجميله. مبادره انسانيه، الكل يحضر هنا، هي خطوه انسانيه، خطوه رياضيه، خطوه شبابيه رائعه. الكل يتواجد، الكل يستمتع هنا في الملتقى الشبابي، في الملتقى الرياضي، في ملتقى الأحبة، في ملتقى الشباب البحريني في مملكة البحرين، فملتقى الأجيال هنا، الأجيال يتواجدون، دور الفتيات، دور الإعاقة، وهناك دور خالد بن حمل المراكز الشبابية، فالكل يتواجد يعطي من المواهب والطاقات والإمكانيات الكبيرة في إظهاره هنا في صالة مدينة خليفة الرياضية في دور خالد بن حمل المراكز الشبابية. محاولة لكن تبعد، ست دقائق أخيرة، مباريات الشوط الأول عبارة عن 15 دقيقة ربع ساعة، والشوط الثاني أيضا عبارة عن 15 دقيقة عن ربع ساعة، فالآن مضت 9 دقائق، لدينا 6 دقائق، مضت 9 دقائق ولدينا 6 دقائق أخيرة من الشوط الأول. مباراة جميلة ورائعة، محاولة الآن خطيرة وهدف، دائما خطير هذا اللاعب، متميز أكبر سلمان، لاعب خطير ومتميز، يتقدم بهدف ثاني، سلام رائع على طريقة الكبار هنا، هذا اللاعب الخطير جدا أكبر سلمان. ولو شاهدنا هذا اللاعب قبل المباراة كان مدرب لفريق فريق جمعية الصم، الآن هو لاعب مع جمعية مع فريق الصم، جمعية الصم البحرينية تختلف عن فريق الصم، فهو كان في المباراة الماضية كان مدرب، الآن يلعب كلاعب مع فريق الصم هنا في هذه المباراة. مباراة جميلة، 3 أهداف لفريق الصم، لا هدفين لفريق المحفزين. حماس، قوة، إثارة هنا، تحدي من لعبة ذو الإعاقة في إظهار مواهبهم وطاقاتهم هنا وإمكانياتهم في صالة مدينة خليفة الرياضية. رائع هذا الملتقى الجميل، وهذا المواجهات الجميلة. الآن محاولة الآن تصل لفاروق إبراهيم، الصم يتقدم بثلاث أهداف، أكبر سلمان، أكبر تصل عن طريق اللاعب حسين علي حبيب، يمرر ولكن هي مقطوعة إلى وليد حبيب، تقدم الآن، محاولة تعادل ورائعة جميلة من حسين، من حسن العمران، تسديدة رائعة من حسن العمران لاعب فريق المحفزين، والآن تسديدة أخرى وتبعد إلى ركلة الزاوية. المحفزين يحاول أن يعادل النتيجة في الدقائق القادمة في آخر دقائق الشوط الأول، هدفين للمحفزين وثلاث أهداف للصم. الآن محاولة مرتدة لكن تمريرة خاطئة من الهداف أكبر سلمان، الآن محاولة تسديدة وتبعد إلى فريق الصم، الآن الأزرق يمر، أكبر سلمان لاعب خطير تقدم بهدفين من الأهداف اللي سجلت فريق الصم. الآن المحفزين، سليمان داود يمرر لكن هي مقطوعة تصل إلى يوليد نوح ولكن تبعد من حارس المرمى محمد فريد إلى ركلة إدخال، إلى ركلة إدخال. واضح فريق الصم ممكن هو الأفضل الفرق المشاركة هنا في ذو الإعاقة، يمتلك لاعب على مستوى عالي من الإمكانية وأيضا من الأجسام القوية هنا أيضا والإمكانية المهارية والفنية لدى لاعبة فريق الصم. فريق تركيزه واضح عالية، مرت على سيد نور الوداعي حارس مرمى فريق المحفزين هنا، 3 أهداف في آخر 3 دقائق قادمة أخيرة من الشوط الأول. أعزائي المشاهدين متابعي قناة البحرين الرياضية، دوري ذو الإعاقة هنا في مجموعتين من 8 فرق هنا، المجموعة الأولى 4 فرق والمجموعة الثانية 4 فرق أيضا، يتأهل الأول والثاني لنصف النهائي وصولا إلى المباراة النهائية.
هناك أيضا دوري الفتيات في يوم الجمعة القادم، وسيتم تقسيم الفرق الستة إلى مجموعتين، يتأهل كل واحد صاحب المركز الأول الثاني للدور نصف النهائي مع المباراة النهائية. الآن محاولة المحفزين يحاول أن يعادل النتيجة، تصل لفريق الصوم لاعب فريق على إمكانية عالية خطيرة من الجهة اليمنى عن طريق حسين علي حبيب صاحب هدف الثاني، محاولة خطيرة فاروق إبراهيم تسديدة وهدف رابع، وهدف رابع، رابع الأهداف يأتي عن طريق فاروق إبراهيم لفريق الصم. هنا تسديدة من بعيدة رائعة مرت سهلة على حارس المرمى سود نور الوداعي كهدف رابع، أربعة أهداف لصالح فريق الصم، هدفين لصالح فريق المحفزين في آخر دقيقتين من الشوط الأول. آخر دقيقتين ذكرت كثيرا فريق الصم يمتلك الكثير من الخبرة ومن الإمكانية الكبيرة ومن اللعيبة اللي نشاهدهم ممكن هم تقدمون بالأفضلية على اللاعبين الآخرين في فريق الإعاقة السمعية وفريق الصم الجمعية الصم البحرين، لأن في فريقين هنا، فريق الصم هو الأزرق وهناك فريق أيضا جمعية الصم، جمعية الصم تختلف يلعبون باللباس البرتقالي. الآن المحافظين سيحاول قلص الفارق تسديدة ومرت خطيرة، مرت خطيرة عن طريق علي عبد الشهيد، علي عبد الشهيد في التسديدة الماضية، فاروق إبراهيم لأكبر سلمان، أكبر سلمان اللي شاهدناه في المباراة الماضية كان مدرب لفريق جمعية الصوم، الآن لاعب مع فريق الصوم، ذو إمكانيات عالية هذا اللاعب، مدرب ولاعب يتواجد هنا في ذي العاقة، وهذه فرصة جميلة من اللجنة المنظمة تعطي الحرية وتعطي الإمكانية في إظهار المواهب الكثيرة، هي العنوان الرئيسي المواهب واكتشاف المواهب، الفرصة للطاقة الشبابية هنا في مملكة البحرين في دوري خالد بن حمد لمراكز الشبابية. سريع الآن محاولة مقطوعة من جانب علي عبد الله، تصل عن طريق سليمان داود وتسديدة من سليمان، تسديدة من علي عبد الله، من علي عبد الله للمحفزين، الآن فارق هدفين، أكبر سلمان يستلم يتقدم يحاول عرقلة هنا خطيرة، عرقل هذا المهاجم الخطير هنا اللاعب أكبر سلمان والبطاقة الصفراء، ولاحظ اللاعب الآخر سليمان داود كما يشير، أنا لم أفعل شيئا في الإصابة الماضية وإنما التحام كان، ولكن العرقلة كانت والإعاقة كانت واضحة من سليمان داود للاعب أكبر سلمان، لأكبر سليمان واضح حماس من لعبة الفريقين، والحماس يأتي بالإثارة ويأتي مع روح التحدي هنا من لعبة ذوي الإعاقة في هذه المباراة، لأن كل فريق يطمح أن يصل إلى الدور قبل النهائي سيمي فاينال هنا في دوري ذوي الإعاقة، هنا مباريات ذوي الإعاقة يوم السبت اليوم وغدا إن شاء الله يوم الأحد في المجموعة الثانية. محاولة خطيرة الآن وركلة حرة مباشرة فاروق وتسديدة مرت خطيرة، فكرة كانت رائعة ذكية من جانب اللاعب فاروق إبراهيم، والآن سيد نور الوداعي وصافرت نهاية الشوط الثاني الأول. أعزائي المشاهدين تنتهي بتقدم وفوز فريق الصم بأربعة أهداف، هدفين لفريق المحفزين في هذه المباراة، سجل أهداف فريق الصم في الشوط الأول أكبر سلمان هدفين، واللاعب محمد علي هدف، واللاعب الآخر حسين علي حبيب أهداف فريق الصم، وسجل أهداف فريق المحفزين سليمان داود واللاعب علي عبد الله. استراحة قصيرة أعزائي المشاهدين مع انطلاقة الشوط الثاني.
الرحيم. أعزائي المشاهدين ومتابعي قناة البحرين الرياضية، مرحبا بكم مرة أخرى هنا في صالة مدينة خليفة الرياضية، هنا مع انطلاقة الشوط الثاني من مباراة دول الإعاقة من جانب المجموعة الأولى، ومباراة المباراة الرابعة قبل الأخيرة من مباريات اليوم هنا في صالة مدينة خليفة الرياضية عبر قناة البحرين الرياضية. الشوط الأول أعزائي المشاهدين انتهى بتقدم فريق الصم بأربعة أهداف لهدفين وهدفين عن كان من جانب فريق المحفزين باللباس الأخضر، في الجهة اليمنى هناك فريق الصم باللباس الأزرق تقدم بأربعة أهداف، سجل أهداف فريق الصم أكبر سلمان هدفين، محمد علي هدف، وحسين علي هدف، أهداف الأربعة اللي سجلت لفريق مرمى لفريق الصم هنا في هذه المباراة. فريق المحفزين سجل هدفين عن طريق علي عبد الله سليمان داود. مباراة الشوط الأول شهدت سيطرة واضحة وأداء ومستوى من جانب فريق الصم باللباس الأزرق وتقدم بأربعة أهداف لهدفين. الآن فريق المحفزين باللباس الأخضر سيحاول أن يقلص النتيجة ويدرك التعادل ويجدد آماله هنا في المجموعة الأولى، على أقل تقدير أن يصل إلى المركز الثاني من جانب المجموعة الأولى هنا في دوري ذوي الإعاقة. الآن محاولة تصل لفاروق إبراهيم، فاروق تمريرة كانت من أكبر سلمان، أكبر سلمان يستلم الكرة هنا في الجهة اليمنى، يحاول تسديدة رائعة جميلة، رائعة جميلة من أكبر سلمان، لاعب أخطر لاعب في المباراة. لاحظ هذه التسديدة من بعيد كانت خطيرة لصالح فريق الصم، واضح استغل تصدي حارس المرمى حارس سيد نور الوداعي في مرمى فريق المحفزين. شوط أول انتهى بالتقدم الأزرق الصم بأربعة أهداف هدفين للأخضر فريق المحفزين. هل نشاهد عودة لفريق المحفزين؟ تمريرة تصل عن طريق يوليد نوح لكن تبعد إلى ركلة الإدخال، إلى ركلة الإدخال سليمان داود، يمرر أمامية لعلي عبد الله، محاولة يحاول تصل لحسين العمران عن طريق يوليد نوح، مقطوعة من فاروق إبراهيم للصم، وخطأ قادم، خطأ قادم لفريق الصم. أربعة أهداف متقدم في الشوط الأول ولا زالت النتيجة كما هي في الشوط الثاني، سيحاول أن يضيف أهداف أخرى لكي يضمن الصعود إلى الدور الثاني في المباراة الأخيرة ليه في هذه في المجموعة الأولى. الفائز في مباراة اليوم سيكون قريب جدا من التأهل إلى الدور الثاني في شهر سبتمبر القادم، فتلعب في مباريات الدور قبل النهائي سيمي فاينل في تحديد صاحب الأول والثاني. هنا صاحب المركز الأول من المجموعة الأولى مع صاحب المركز الثاني من المجموعة الثانية، وصاحب المجموعة الأول من المجموعة الثانية مع أول المجموعة مع أول مجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى. هنا سيمي فاينل قبل النهائي نصف النهائي في شو، وهدف هدف خامس يأتي عن طريق اللاعب عبد الله أحمد، عبد الله أحمد يأتي بهدف خامس من تسديده دخلت مرمى سيد نور الوداعي كهدف خامس. خمسة أهداف هي كبيرة على مرمى فريق المحفزين في هذه المباراة، الفريق يفتقد الكثير، وواضح الأداء، واضح سيطرة فريق الصم، إمكانية كبيرة. أكبر سلمان خطير تسديدة مرت خطيرة وتبعد، كاد أن يجيب الهدف الثالث لديه هنا في المباراة وهاتريك في مباراة اليوم، لديه هدفين ثنائية في الأول، هدف الأول والثاني، كاد أن يأتي بهدف سادس ولكن هدف ثالث شخصي لديه، هاتريك في هذه المباراة. لاعب متميز، لاحظ مهارة تمرير خطورة، هدفين لديه في المباراة، ومن أفضل لعبة دول إعاقة هنا في دوري الإعاقة لدوري خالد بن حمد للمراكز الشباب. محاولة الآن المحفزين، يحاول
تخلص من حارس المرمى وخطأ قادم كما يشير حكم المباراة. لاحظ ونلاحظ الطاقم التحكيمي يحمل الراية الصفراء هنا للإشارة للعبة ذوي الإعاقة، لأن بعض اللعبة يفتقدوا السمع هنا، وممكن بالإشارة هنا عنوان وحركات الإشارة هي تفيد اللاعب ذوي الإعاقة هنا في المباراة. علامة مميزة من الطاقم التحكيمي، يسهل الأمور على اللعبة، يسهل الأمور على لعبة ذوي الإعاقة هنا في المحاولات الماضية. الآن محاولة حفزين يحاول، 5 أهداف فارق 3 أهداف، ولكن تبقى القوة، تبقى السيطرة، وتبقى الأهداف هي في صالح فريق الصم هنا. فريق الصم هو المتميز، أكبر سلمان لاعب متميز يمرر ولكن هي مقطوعة. حسين العمران يمرر لسليمان داوود، محاولة للمحفزين وتسديدة وهدف تقليص الفارق. هدف ثالث الآن، ثالث لصالح فريق المحفزين، جمعية المحفزين. لاحظ تمريرات رائعة من سليمان داوود، تهيأت للمهاجم هناك علي عبد الشهيد يدرك يقلص الفارق. 3 أهداف فارق 2 الآن. مباراة جميلة رائعة من ذوي الإعاقة من لعبة الفريقين. الآن محاولة المدرب ذوي الإعاقة هناك، المدرب باسم عبد الله أجرى تبديل في الحراسة من أجل إبعاد الخطورة الكثيرة على مرمى فريق الصم المحافظين في المباراة. محاولة علي على عبد الشهيد وخطيرة، كان بإمكانه أن يقدم العرضية لزميله الآخر هناك لاعب حسين العمران، ولكن مرت خطيرة. الآن هدف رابع ينتفض فريق المحفزين، يعود إلى أجواء المباراة ويقلص الفارق إلى هدف. 4 للمحفزين و5 للصم هنا في هذه المباراة الجميلة. تكتيكات رائعة من المدرب حارس المدرب فريق المحفزين باسم عبد الله في إعادة، والآن محاولة في تعديل النتيجة. ما هل نشاهد عودة عليه مرر ولكن مقطوعة من فاروق إبراهيم. الآن المباراة حلوت المباراة، أعطتنا إثارة تحدي. الآن خطيرة الآن وفريق الصم في هذه المحاولة، فاروق عليه مرر ولكن هي مقطوعة. 3-1 خطيرة للمحفزين، وهدف التعادل يضيع، هدف التعادل يضيع. إثارة جميلة رائعة الإثارة هنا والتحدي والندية من كلا الفرق. لاحظ الفرصة الخطيرة اللي ضاعت الفرصة الخطيرة بإدراك التعادل في المحاولة الأخيرة من جانب فريق المحفزين. بداية قوية هنا من لعبة المحفزين بالعودة إلى المباراة، على ما أعتقد أن فريق الصم مع التبديلات الغير مجدية في التشكيلة الأساسية اللي استبدلت أثرت كثيرا في لعبة فريق الصم. هل نشاهد عودة كبيرة لفريق المحفزين بإدراك التعادل؟ ممكن، والآمال موجودة في هذه المباراة، الكل لديه الإمكانية، لديه الطموح في العودة والفوز والصعود إلى الدور الثاني. مباراة جميلة، علي عبد الله تسديدة وتبعد، هو حارس مرمى ولكن يدخل في آخر 7 دقائق يحاول. ممكن التعادل مهم لهذا الفريق، لديه نقطة، وإن تعادل لديه نقطتين ممكن على الأقل تقدير يحتل المركز الثاني، هذه أمنياته. محاولة الآن يوليد نوح ولكن تبعد. خطأ قادم، ما نشاهد الخطأ القادم، هل هي ركلة جزاء أو خطأ قادم على فريق المحفزين؟ ركلة حرة مباشرة خطيرة هنا، المحاولة القادمة أعزائي المشاهد لفريق الصم. إبداع جميل من لعيبة ذوي الإعاقة هنا، ماذا نشاهد؟ لعيبة لديهم الطاقات الموهبة في عالم كرة القدم هنا، والتسديدة خطيرة رائعة جميلة من أكبر سلمان الخطير دائما صاحب الثنائية الجميلة بهدفين هنا من الأهداف الخمسة. 5 أهداف لا زال الصم يتقدم 4 للمحفزين في هذه المباراة. مباراة جميلة على
تكرار وعلى منوال هناك المباريات دوري خالد بن حمد المراكز الشبابية شاهدنا في دوري المجموعات. نشاهد هنا أيضا ذو الإعاقة يمتعون رائعة جميلة وهدف ولا أروع من أكبر سلمان، هاتك في المباراة، إمكانية جميلة، مهارة وفنية تظهر لحظة الاستلام وعلى طريقة الكبار. يا سلام يا سلام، جميل هذا الهدف، رائع عن طريق أكبر سلمان، يسجل ثلاثية رائعة، هاتريك في مرمى المحفزين، ويبعد هذا الحماس الكبير من المحفزين للعودة إلى المباراة. خطورة ولمسة من هذا اللاعب الخطير والمتميز، يتقدم وهنا محاولة خطيرة من المحفزين وتبعد إلى ركلة إدخال. هدف جميل، نشاهد يعني أهداف جميلة هنا، نشاهد إمكانية جميلة، ممكن لاعب فقط لاعب واحد ولاعبين يمتعون ويبهرون بأدائهم هنا في هذا اللقاء بإمكانية، وخاصة اللاعب أكبر سلمان لاعب إمكانية. وللمعلومة يعني أحب أن أذكرها في هذا اللاعب، اللاعب تواجد في المباراة الماضية كمدرب لفريق جمعية الصم البحرينية، الآن تواجد كهداف فريق الصم هنا في هذه المباراة، يعني لاعب عنده إمكانية كمدرب وكلاعب وكتحمل المسؤولية هنا، وهذا ما نشاهده في هذه المواهب الظاهرة هنا والواعدة في كرة القدم للصالات في دوري ذوي الإعاقة وفي دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية. تسديد الآن، محاولة ومرت إلى ركلة الخال، إبداع جميل من هذا اللاعب أكبر سلمان، ممكن هو أفضل لاعب من ذوي الإعاقة بأهداف الجميلة وكمدرب في المباراة الماضية، وكلاعب الآن يظهر إمكانية عالية هذا اللاعب. سريع الآن، محاولة خطيرة وتبعد، سليمان داود يمرر لي في الجانب الآخر عن طريق اللاعب سيد زهير حسن، سيد زهير لعلي عبد الله، محاولة للمحفزين، فارق هدفين في آخر الثلاث دقائق الأخيرة، مباراة حلوت بالإثارة والندية وروح التحدي هنا في ذوي الإعاقة، محاولة وتتخلص، تبعد وتتخلص، تصل إلى ركلة إدخال لصالح المحفزين، النتيجة هي الأقرب للصم في هذه المباراة، هو الأفضل، هاتريك من أكبر سلمان، أكبر سلمان، ومحاولة وتبعد، واضح عدم التركيز من لعيبة المحفزين هنا لأكبر سلمان الخطير الممتع هنا في هذه المباراة. سريعة، محاولة خطيرة، تسديدة وتبعد إلى ركلة الزاوية، تبعد إلى ركلة الزاوية، تبعد إلى ركلة الزاوية. دوري ذو الإعاقة يستمتع الكبير والصغير هنا، محاولة خطيرة الآن، تقليص الفارق وقلص الفارق الآن، علي عبد الشهيد يأتي بهدف الخامس ويأتي بفارق هدف الآن، مباراة جميلة رائعة وانطلاقة سريعة وتمريرة تسجيل، وأتى الهدف الخامس لفريق المحفزين هنا، فارق هدف الصم 5 أهداف، محفزين هدف، مباراة جميلة. تكتيك المدرب المحفزين أخرج حارس المرمى اللي شكل النقطة الأضعف في الفريق في التشكيل فريق المحفزين، وأدخل لاعبين آخرين، حاول أن يعود للمباراة، ممكن أن يعود في آخر دقيقتين، هل نشاهد العودة للمحفزين والصم، فريق الصم اللي تراجع وتساهل كثيرا في المحاولات الأخيرة. يبقى اللاعب الأفضل في المباراة هو أكبر سلمان بهاتريك في المباراة، وخاصة بالهدف الجميل الثالث، بطاقة صفراء لأن لم يستمع إلى تعليمات الحكم المباراة هنا، قرارات جريئة من هنا من جانب حكم المباراة رامي الكعبي، رامي الكعبي حكم متميز شاهدناه أدار مباريات على مستوى عالي من الإتقان والإدارة المهنية والخبرة العالية، وهنا مرت خطيرة سريعة، مرت خطيرة، زميله الآخر أكبر سلمان يشير له لماذا سددت الكرة سريعا، كان بإمكانك أن تمرر لزميلك الآخر بالإشارة، هنا نشاهد محاولة، ممكن الهدف الثالث، ممكن عليه التمرير، ماذا يفعل أكبر سلمان، ماذا يفعل في المحاولة الأخيرة، أضاع الفرصة الخطيرة، ممكن أن يأتي التعادل الآن هنا في المحاولة الأخيرة، الأمل الأخير،
أكبر سلمان يضيع هدف سهل جدا. والآن محاولة المحفزين من أجل التعادل، هل يأتي تعادل؟ هل يأتي وتبعد إلى حارس المرمى. الحكم يعطي الآن ارتداد سريع للصم، عليه تمرير لفاروق ولكن هي مقطوعة. مباراة رائعة حماسية الآن، أكبر سلمان ومحاولة، لاحظ الحماس، حماس رائع جميل من لعبة الإعاقة. هذا ما نتمنى نشاهده في هذه المباريات، تحدي، حماس، إثارة. كرة القدم هي هكذا، كرة القدم هي هكذا، إثارة، تحدي وروح قتالية ومتعة في الأداء. دائما نتمنى نشاهد هكذا الكرة القدم، دائما هي متعة كرة القدم. أوه ممكن التعادل، وماذا يفعل المدافع؟ وبطاقة حمراء لصاحب الهاتريك هنا أكبر سلمان، لاحظ يشير أنا إنما عرقلت برجلي ولا ما فعل شيئا. لاحظ مباراة جميلة، ولاحظ وإن كان التحدي والإثارة، لاحظ العرقلة الأخيرة، وإن كان التحدي والإثارة والروح القتالية لدى الفريقين، لكن تبقى الهدوء ويبقى الروح العالية، الأخلاق الجميلة من لعبة ذو الإعاقة في هذه المباريات. رائع المباراة. الآن هي الفرصة الأخيرة، الأمل الأخير لفريق المحفزين الآن في إدراك التعادل، الأمل الأخير، الفرصة الأخيرة. خلاص ضاعت هذه الفرصة بالثواني الأخيرة، وفريق الصم هو الأقرب إلى الصعود إلى الدور الثاني بخمسة أهداف مع الثواني الأخيرة من الشوط الثاني. أعزائي المشاهدين، فريق الصم هو الأقرب للفوز في المباراة والتأهل. صافرت نهاية الشوط الثاني، والمباراة ينهيها حكم المباراة رامي الكعبي ومساعدة عبد الله الدوسري والميقاتي عبد الله القاسم هنا في المباراة الرابعة. فريق الصم يفوز وينتصر على فريق المحافظين بستة أهداف لخمسة أهداف. سجل أهداف فريق الصم أكبر سلمان ثلاث أهداف هاتريك، واللاعب الآخر عبد الله أحمد هدف، ومحمد علي هدف، وحسين علي حبيب هدف. ستة أهداف من فريق الصم. في الجانب الآخر أهداف فريق جمعية المحفزين سجلت عن طريق علي عبد السيد هدفين، سليمان داود هدف، وعلي عبد الله هدفين. هذه أهداف فريق المحفزين. بهذا الفوز يتأهل فريق الصم إلى الدور نصف النهائي من دور ذو الإعاقة في دور خالد محمد للمراكز الشبابية. تحية كبيرة للعبة الفريقين في المستوى الجميل والرائع في المباراة الجميلة قدمها في الفترات الماضية. في الختام أعزائي المشاهدين متابعي قناة البحرين الرياضية، تقبلوا تحياتي معلق هذه المباراة عبد القادر السالم مع مباراة أخرى قادمة وعبر قناة البحرين الرياضية، ومع المباراة الأخيرة هنا مع زميلي الآخر هناك علي سعيد في المباراة القادمة من جانب فريق الصم، جانب فريق جمعية الصم البحرينية مع فريق الأولمبيات الخاصة. نستودعكم الله، فإلى اللقاء.